اهلا وسهلا فيكم اليوم على قناة حيدر الكترونيكس. اليوم اعزائي المشاهدين بدنا نستعرض وحش من الوحوش اليابانية المعروفة من شركة ياماها، الان ماكس 155. اعزائي المشاهدين، هيدا الدباب او الموتوسيكل هو الافضل بلبنان والافضل يعني مبيعا على مستوى العالم. اعزائي المشاهدين، وهيدا الان ماكس اعزائي المشاهدين موديل 2022. نحن ما حنخوض كثير بتفاصيل الموتوسيكل، حنحكي بشكل عام من شو مؤلف وشو الفيتشرز الموجودة فيه وشو الامور يلي بتميزه لهيدا الموتوسيكل. اعزائي المشاهدين، خلينا اول شيء نتعرف على هذا الموتوسيكل. هذا الموتوسيكل بيجي 155 سي سي. 155 سي سي، ليش مش 125؟ 125 ما حتكون كافي انه نحن نقدر نطلع طلعه او هالامور، 155 حيكون كافي. بس بدنا نحكي هيدي على قوه المحرك، بس بدنا نحكي على التورك. التورك تبعه اقوى بكثير من اي موتوسيكل ثاني. وطبعا اعزائي المشاهدين، الياماها نزلت اثنين، الان ماكس 155 والايروكس 155. بالمقارنه بيناتهم طبعا في فرق كثير كبير بيناتهم، خاصه بالتورك. شو الفرق بين التورك وفرق بين الار بي ام؟ بالار بي ام الايروكس افضل، بالتورك هيدا افضل ان ماكس. شو يعني التورك؟ يعني العزم. العزم انا بالنسبه لي كشخص بطلع طلعات قويه، بهمني يكون الموتوسيكل عنده عزم قوي، فالان ماكس بينتصر على الايروكس بكل تاكيد، وانا ما بهمني انه يكون التسارع كثير قوي، فبالنسبه لي الان ماكس ممتاز جدا، وبالنسبه لاغلب الناس الان ماكس ممتاز جدا. اعزائي المشاهدين، هيدا الموتوسيكل بيتمتع بتبريد مائي او ليكويد كولينج سيستم. هيدا السيستم يلي بخليه يكون بارد، يعني ما بيخليه يحمى بسرعه وهالامور وتطلع الحراره بسرعه، فما في خوف من موضوع الحراره اصلا. اوكي، النقطه الثانيه المميزه بهذا الموتوسيكل اللي هو في عندنا اون اوف اوتو اوف. يعني شو يعني اوتو اون اوتو اوف؟ يلي هو اذا انت كنت بعجقه او كنت مثلا بمحل في كثير سيارات، اوكي، وكرمال صرف البنزين، ما يصرف كثير البنزين فلحاله بيطفي، كيف يرجع بدور؟ منك بحاجه انك تقبل ستارت، كل بحاجه انك تعمله انك تعطيها بنزين وبتمشي الموتوسيك وانتهى الموضوع. هيدي فكره رائعه جدا جدا جدا. بالاضافه اكيد لشغله ثانيه يلي هي اذا ملاحظين هون، هلا نحن حنقرب شوي نشوف يعني بالتفصيل. نحن صورنا الموتوسيك انا بعيد، في عندنا مثل رادياتير على المروحه هون والرادياتير ورا، يعني هون وورا. هلا بالنسبه لتنك البنزين تبع الان ماكس هو بساحه حوالي 7 لتر، هذه كميه كثير كفايه انه نحن تمشينا لمسافات جدا جدا طويله. ونقطه ثانيه اعزائي المشاهدين، في كثير ناس بلبنان بيسالوني انه الان ماكس ولا التي في اس ولا الهاوجو ولا السويت. اعزائي المشاهدين، لما نحكي نحن ياباني، الوحش الياباني ببطل باقي الماركات لهم اللزوم، يعني هول بطلوا بينحسبوا من بين الدراجات او الدباب او اي شيء ثاني، هو بطلوا ما عادش فيك تحسبهم هولي موتوسيكلات. اوكي، هيدا يا صيني يا تايواني يا كذا، ما لنا علاقة، بس نحكي ياباني، بنزيح كل شيء على جنب بنحكي ياباني. حتى الياماها أفضل من كثير شركات مثل مثلا نيسان وغيرها اللي عم يصنعوا بالهند، هيدا بعده عم يتصنع باليابان وعم يتصنع بأندونيسيا وبعض الدول المرتبة وخاصة الشاطرة بموضوع التجميع والصناعة، وهذا شيء كثير منيح. يعني حتى الياباني الموتوسيكلات على مستوى الياباني كموتوسيك أفضل من السيارة على المستوى الياباني. ليش؟ لأنه عم تتجمع بدول اكثر، يعني كيف بدي اقول لكم، يعني شغله التجميع عندهم هو في حرفيه اكبر، ففي موسوئيه اكثر، مش مثل الهند والصين طبيعه الحال. هيدي نقطه. النقطه الثانيه اللي نحن بدنا نحكي عنها يلي هو اكيد نحن بنقول بنزين معناتها صرف البنزين. السؤال يلي البعض بده يطرحه انه قديش بتصرف بنزين اصلا الموتوسيكل؟ الموتوسيكل بتمشي بتصرف تقريبا دولار او نص دولار بكل، يعني تقريبا 35 كيلو او 40 كيلو متر، يعني بتمشي ب 40 كيلو متر بتصرف لك شي نص دولار. يعني صرفها ممتاز، تبريد ليكويد كولينج، الفيتشرز تبعها ليكويد كولينج، الصرف الممتاز، 7 لتر، الاضويه الاماميه بيجوا LED ضوون كثير رائع جدا رائع. طبعا عندنا فلاش، بنقدر كيف السياره بتضوي ضوين كمان بنقدر نحن نضوي ضوين بنفس الوقت. المقعد تحت المقعد هيدي الكاباسيتي، في كاباسيتي عالي، فبنقدر نحط الطاسه وبنقدر نحط بعض الاغراض الثانيه. زموره ممتاز، الدواليب طبعا دواليبها بيجوا من الشركه، اذا افضل نحن نغيرهم نحط ميشلان نكون عملنا انجاز رائع جدا. والسؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس ممكن يسالوه يلي هو مثلا ليش 155؟ ليش مثلا ما اخترت الاكس ماكس 300 سي سي مثلا؟ لانه بكل بساطه ال 125 بتقدر تطلع معي انا، ما في اي مشكله، بس منها هالطلعه، يعني اذا طلع حدا وراك واحد تاني ما بتقدر تشد، ال 155 بتقدر تشد، 300 بطلت بحاجه لها،
يعني انت بدك تشوف شو اللي بحاجه له. تاني شغله، انا الموتوسيك ما بحبها الكبيره، بحبها الصغيره والموتيرها القوي والنشط وعندها تورك عالي. فال 155 هي الاختيار الصح لكل شخص بحب يقنى اي موتوسيك. الاختيار الخاطئ لاي شخص انه شو يشتري، يشتري مثلا شيء مثل الـ شو اسمه، لنقول الهوجو ولا السويت ولا التي في اس ولا هالامور اللي انا بسميها صراحه مسخره. هيدي مش موتوسيكلات، هيدي لعبة، اوكي؟ خلينا نقرب شوي عن الموتوسيك ونشوف عن قريب، نشرح شوي عن قريب وعن قرب لتكون واضحة أكثر للمشاهدين. أول شغلة يا أعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين هيدا اللون، اوكي؟ هيدا اللون يلي هون لون ولا أروع من هيك، اوكي؟ ليكو النظافة، ليكو الأسود المات قد إيه عاطيها فخامة للموتوسيك. هيدا الرادياتير اللي عم بحكي لكم عنه هون، وهلا أفرجيكم الرادياتير قدام، الدولاب، الأمصرات جدا ممتازين. الدواليب عراض من ورا، بيجوا اقل عرض من قدام بس اعرض من ورا. مثل ما شايفين قد كبير الاكزوست الموجود هون ولا اروع من هيك. هيدي كرمال اذا حدا بده يقعد وراك تفتحها وبتسكرها. الفريمات اللي هن فريمات اي بي اس، يعني ما ننسى انه عندنا صار فريمات اي بي اس بطبيعه الحال. وهولي هون عندنا الاشارات، اوكي، وهون ستوب اند ستارت سيستم. يعني هيدا الموتوسيكل بيجي بلا مفتاح، اوكي، ما بيجي مع مفتاح، هذا بيجي بلا مفتاح، اوكي. هون الاضوية اللد اللي انا حكيت لكم عنها، طبعا هذا الضوء اذا انكسر دغري يعني كله بيتغير، كله بيتغير، مش انه لمبه نحن بنغيرها بكل سهوله، لا، اوكي. في في اي، طبعا هيدا بالنسبه للفي في اي الموجود هون، هيدا نحن بس بدنا نسرع بالموتوسيك بضوي مشان يوفرنا بنزين، تمام. هيدي نقطه كثير مهمه. طبعا عندنا مساحه نحط اغراضنا هون، انا بحط اغراضي هون، بتحط المفتاح هون وبتدور من هون، اوكي. وهون عندك مساحه كمان، وطبعا هون بتقدر تعمل كونكت، يعني بتقدر، في عندنا ياماها كونكت بتقدر تعمل كونكت، اوكي. اكيد المرايات، ما المرايات الكاباسيتي، شوفوا قديش كبير هون، كاباسيتي كثير عالي. طبعا هيدا مشان الديسكات، مشان ما تنسرق الموتوسيكل. مثل ما شايفين عندنا هون كمان عندنا مساحه ممتازه جدا، اوكي. هون مثل ما شايفين كمان الدولاب عندنا هيدي، اوكي، وهيدا الاكزوست. طيب خلينا شوي صغيره نحن ندور الموتوسيك، اوكي. طبعا بنسكر هيدي وبنحط اون، شايفين هون بتحط تكبس لجوا تعمل اوبن، هي اوبن لتفتح السيت وتفتح الفيور. الكبس الثاني هي الان بيطلع لك هون. طيب شو عندنا هون؟ هون عندنا البنزين، هون عندنا الحماوي، هون عندنا كم كيلو صارت ماشيه، وهون عندنا المود، تكبس المود بتصير تغير. طبعا انا حاطط تريب 1، هيدي تريب 1 معناتها قديش قصه الزيت، اوكي، بسفرها، بس عبي زيت بسفرها وبرجع بحط، تمام. وهون عندنا الساعه، هون بضوي اي بي اس، وطبعا الموتوسيكل فيها تراكشن كنترول ضد الزحله او التصحيط، اوكي، هيدي اهم نقطه. وبس بدنا ندورها بكل بساطه، شوفوا انتم صوتها وصوت الموتير اللي هي بنكبس هاي، اوكي، هيدا هو الصوت. صوتها جدا 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 خفيف، اوكي. فموتوسيك عندنا تراكشن كنترول، عندنا اوتو اوف، هون الكبسات هيدي الاوتو اون، انا حطيتها اوف، بس لما تحطها اون بطبيعة الحال بس توقف بعجقه او شيء بتطفي، تمام. وهيدا الزمور، وهيدا الفلاشر بضوي الاثنين هون اليمين وشمال، الزمور الضوء الادماني، طبعا الضوء اللي فوق واللي تحت كمان موجودين، اوكي. ومثل ما قلنا نحن المسيحه. فاعزائي المشاهدين، موتوسيك مثل هيدي بتعمل لك كونكت، من بعد ما تعمل كونكت على الابلكيشن بيطلع لك الزيت والبنزين والتفاصيل كلياتها عبر الابلكيشن. هذا الشيء كثير حلو، فيها تراكشن كنترول بالاضافه لانه فيها اي بي اس وفيها اوتو اون اوف وهالتفاصيل كلياتها. هول قصص حتى بالسيارات مش موجودين. فلهيك دائما شو بقول لكم انا، هيدي الموتوسيك هي افضل موتوسيك او افضل دباب موجود بلبنان، ولا اروع من هيك، منك بحاجه لاكثر من هيك، اوكي. السعر ديبندز حسب البلد، يعني اكيد نحن بنشحن لبرا، موجود شحن لبرا، وبلبنان يلي بده يطلب بلبنان كمان هذا الموتوسيك موجود. على المشاهدين، بنهايه هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، وتشكركم للمشاهده باذن رب العالمين. دائما الى اللقاء.